أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فقرة زو. اليوم باش نحكيو على التسممات الغذائية. باش نتجنبوا التسممات الغذائية اللي يكثر وقت الدنيا تسخن وخاصة في المناسبات واللمات العائلية، لازمنا نحترموا القواعد هذو. أولا نغسل يدينا مليح بالماء والصابون مع الفرك، خاصة قبل تحضير الماكلة قبل الأكل، وبعدنا نمشي لدورة المياه وكل مدعات الحاجة لذلك. ثانيا نغسل مليح الغلة والخضر بالماء الجاري الصالح للشرب قبل استهلاكها. ثالثا ننظف مليح المعون والأدوات والمساحات اللي استعملناهم في الطبخ. رابعا نحافظوا على نظافة الثلاجة متاعنا باستمرار. خامسا نتجنبوا شراء البواد الغذائية اللي تتباع في الطريق العام عرضة لأشعة الشمس والتلوث. وما تنساوش تطيب الماكلة مليح، خاصة اللحم والدجاج والأسماك. زوم لليوم وفات، نتقابلوا في زوم جديدة. إلى اللقاء وباي باي.